السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سر شاكي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك ازاي ترفع السي في بتاعك على لينكد ان، بحيث لما انت تيجي تعمل ابلود او تيجي تعمل قصدي ايزي ابلاي او تيجي ترفع او تيجي تقدم على وظيفة، السي في بتاعك يكون متسيف على لينكد ان، بحيث ان انت تعمله على طول او تشيره على طول وتبعته على طول للشركة اللي انت عايز تقدم فيها. كل عليك انك هتيجي هنا في الجوب الميدي وتروح جاي على سيتنج اند برايفسي، وبعد كده تيجي عند داتا برايفسي وتيجي عند جوب سيكينج بريفرنسز اهي داتا برايفسي، بعد كده هتلاقي فوق هنا تنزل كده جوب سيكينج بريفرنسز، وبعد كده جوب ابلكيشن سيتنج. انا كده كنت رافع ال سي في بتاعي قبل كده، فانا عايز اعمله تاني، اعمل ده كده ديليت اهو، واعمل ابلود ونجيب الداتا اهي محمد تحسين اهي، ده السي في الجديد وبس كده، وكده ده اتسيف خلاص كده. فلو عجبك الطريقه دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، وشكرا جدا لدعمكم، وان شاء الله ان شاء الله اقدر افيدكم بحاجات تانية. لو عايزين اي حاجة تاني اكتبوا لي في الكومنتات، وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سر شاكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.